هنا في هذه الشويه نتاع الشيخ جابر الازهر نحضروا المفور نتاعنا، نحضروه بالفواح والبصله والزيانه الحمراء هذيك، نخلطوه مليح ونخلطوه ونحطوه في وسط اللحم في الفواح هذاك، ونحطوه في الكسكاس، نحطوه في الكسكاس ونخلوه يطيب بالفواح. نخلطوه بحوالي من ساعتين ونص حتى ثلاثه يكون جاهز للكليون تاعنا. اللحم يستعملوه يجيبوه من الشريعة، الدرمون وخروف صغير ماهوش كبير، والدليل على راكم شفتوه كيفاش العائلة التونسية، هذا لك العائلة التونسية. وبلدية بكالية مشهورة بالمفور، مشهورة بالشواء، زدنا ضفنا لهم بوزلوف، زدنا ضفنا لهم كبدة ملفوف. دركا كي تسقسي أي واحد تسقسيه في بلد القطر الوطني يقول لك بكالية مشهورة بالمفور. نحن اخويا المحل هذا تاع الوالد ورثناها على الوالد تاعنا في المفور هذا، داروا في 89، هو 1989 كان يستقبل الزوار في التسعينات، يعني قبل حتى ما نولد انا. بوي هو اللي دار المفور هذا اللي هنا في بكاريا، الازهر جابر يرو معروف عبر 48 ولايه، هو اللي كان يستقبل الزوار، كانوا يجوا منه ومنه، كانوا يجوا من الجزائر من وهران من البلايص كل تسمى من الولايات كل كانوا يجوا لهنا، والحمد لله يشكروا فيه ديما المفور تاعو. اللحم تاع الخروف نجيبوا فيه من الشريعه بلاصه واحده، وهو كاين اللي يخدم في اللحم اللي يعرف كيما نقولوا نحن، وكاين اللي يرعى نحن نجيبوا فيه اللي يرعى تاع الدرمون، بلاصه معروفه يسمى يجوها حتى منه من الناس تجي تدي اللحم تاع العياد تاعها، يجوها منه من الدرمون هذه بلاصه معروفه، هي اللي مدت البنه تاع المفور. وهي كاين التوابل 30% نقول لك و 70% الحمى. داروا الشيء بسم الفواحات، هو اللي دارهم، هو اللي جاب الفكره هذه تاع المفور دخلها لنا البكاريا، كانوا يسمى اول واحد اول محل حل. او قادر درك تروح دير التوابل هذه دير بها تاع اللحم كبير ما يجيش مفور باهي. راهو بالنسبه للكبار كل في اللحم والجوده تاع اللحم.